مشاهدي طقس العرب السلام عليكم ورحمة الله. تشير التنبؤات الجوية إلى أن المملكة ستتأثر خلال اليومين القادمين بحالة من حالات عدم الاستقرار الجوي، وشيء طبيعي أن تتأثر المملكة في مثل هذه الفترة من الزمن بحالة من حالات عدم الاستقرار الجوي. وعادة ما تحدث حالات عدم الاستقرار الجوي على المملكة نتيجة لتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة نسبيا على السطح، وهذه الكتلة الهوائية الحارة على السطح تلتقي مع كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا، ينتج عن لقاء هاتين الكتلتين الهوائيتين الحارة على السطح والباردة في طبقات الجو العليا مع توفر الرطوبة اللازمة حالة من حالات عدم الاستقرار الجوي، ينتج عنها زخات متفرقة من المطر قد تكون مصحوبة بالبرق والبرد والرعد أحيانا، وأحيانا تكون الأمطار غزيرة ينتج عنها حدوث بعض السيول والفيضانات. لكن الكتلة الهوائية الباردة الموجودة في طبقات الجو العليا نلاحظ أنها موجودة في المنطقة جنوب غرب المملكة وتتحرك باتجاه الشمال الشرقي. إذن أول ما ستتأثر الأجزاء الأولى التي ستتأثر من المملكة في حالة عدم الاستقرار الجوي هي المناطق الجنوبية من المملكة، وأحيانا تكون الأمطار غزيرة في هذه المنطقة مما قد ينتج عنها حدوث بعض السيول وبعض الفيضانات. لذلك بنطالب جميع المعنيين بأخذ الحيطة والحذر خاصة في المناطق الجنوبية من المملكة. ومن ميزات حالات عدم الاستقرار الجوي أن حالات عدم الاستقرار الجوي قد تؤثر في مناطق دون المناطق الأخرى، أي قد يحدث الهطول في مناطق وفي مناطق أخرى لا يحدث فيها هطول. هذه من ميزات حالات عدم الاستقرار الجوي. وأيضا ينتج عنها سحب ركامية سميكة، ينتج عنها زخات متفرقة من الأمطار، هذه الأمطار قد تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وأيضا بحدوث الرعد والبرق والبرد أحيانا، وأحيانا إذا كانت شدة عدم الاستقرار الجوي إذا كانت حالة عدم الاستقرار الجوي شديدة ينتج عنها أمطار غزيرة قد تؤدي إلى حدوث بعض السيول والفيضانات. وأيضا في يصاحب حالات عدم الاستقرار الجوي تيارات هوائية صاعدة وتيارات هوائية هابطة مما يؤدي إلى نشاط الرياح السطحية التي تكون مثيرة للغبار أحيانا مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. أعزائي المشاهدين، شكرا لمتابعتكم، تابعونا على arabiaweather.com ولا تنسوا تنزيل وتحميل تطبيق طقس العرب على الهواتف الذكية. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.